تلاميذ سنة رابعة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة الجغرافيا، سنقوم بحله معا. التمرين الأول: يتمكن مستعمل الخريطة من قراءتها بالرجوع إلى مكوناتها، بين قوسين أساسياتها، اذكرها. إذا الشخص أو الإنسان الذي يستعمل الخريطة لكي يقرأ الخريطة، ماذا يستعمل؟ يستعمل مكونات الخريطة أو أساسيات الخريطة. المطلوب هو ذكر مكونات الخريطة. يوجد 4 مكونات للخريطة، 1، 2، 3، 4. الخريطة لديها، أحسنتم، كل خريطة لديها عنوان. إذا المكون الأول هو العنوان. الخريطة لديها عنوان. ثانيا من أساسيات الخريطة هو، أحسنتم، المقياس. مقياس معين، كل خريطة مقياس. الخريطة لديها، كل خريطة لديها العنوان، لديها المقياس. ماذا لديها؟ أحسنتم، لديها المفتاح. وأساسية رابعة، أحسنتم، هي الاتجاه. الخريطة لديها 4 أساسيات أو 4 مكونات. كل خريطة يجب أن تتوفر في الخريطة العنوان، المقياس، المفتاح، الاتجاه، لكي نقرأ الخريطة جيدا. ننتقل إلى التمرين الثاني. أجب بصحيح أو خطأ أمام كل عبارة. لدينا عبارات، نكتب صحيح أو خطأ. أولا: الجزائر أصغر بلد إفريقي. الجزائر هي أصغر دولة في قارة إفريقيا. خطأ، أحسنتم، الجزائر أكبر بلد إفريقي. الجزائر أكبر بلد إفريقي، أصغر بلد، خطأ. الهادي والأطلسي هما اسمان من أسماء المحيطات. معناها عندنا محيط هادي وعندنا محيط أطلسي. أحسنتم، صحيح. إذا الهادي هو اسم لمحيط والأطلسي هو اسم لمحيط. المحيط الذي اسمه الهادي نسميه المحيط الهادي، والذي اسمه الأطلسي نسميه المحيط الأطلسي. إذا المحيط الهادي والمحيط الأطلسي موجودان، صحيح. نسبة اليابسة أكبر من نسبة الماء فوق الكرة الأرضية. إذا الكرة الأرضية ككل يوجد مناطق فيها يابسة لا يوجد فيها ماء، ومناطق فيها ماء. في العبارة تقول أن نسبة اليابسة، كمية المساحة التي توجد يابسة لا يوجد فيها ماء، أكبر من المساحة التي يتوفر فيها الماء. خطأ. لماذا؟ لأن المساحة التي يتوفر فيها الماء أكبر من المساحة التي اليابسة التي لا يتوفر فيها الماء. نسبة اليابسة أقل من نسبة الماء فوق الكرة الأرضية. رابعا: تبلغ مساحة الجزائر 2,381,741 كيلومتر مربع. أحسنتم، صحيح. نواصل. خط غرينيتش هو خط وهمي يقسم الأرض إلى قسمين. لحد هنا صحيح، شمالي جنوبي. إذا خط غرينيتش هو خط وهمي غير موجود، يقسم الأرض إلى قسمين، صحيح، لكن يقسمها عمودية، بمعنى جهة شرق وجهة غرب، ليس شمالي جنوبي إنما شرقي غربي. إذا خطأ. خط غرينيتش هو خط وهمي يقسم الأرض إلى قسمين، شرقي غربي، ليس شمالي جنوبي. نراجع العبارات: الجزائر أكبر بلد إفريقي، أصغر، خطأ. الهادي والأطلسي هما اسمان من أسماء المحيطات، صحيح. نسبة اليابسة أقل من نسبة الماء فوق الكرة الأرضية، أكبر، خطأ. تبلغ مساحة الجزائر 2,381,741 كيلومتر مربع، صحيح. خط غرينيتش هو خط وهمي يقسم الأرض إلى قسمين، شرقي وغربي، ليس شمالي وجنوبي، خطأ. التمرين الثالث: استبدل الأرقام بأسماء البلدان المجاورة للجزائر. إذا الجزائر، هذه خريطة الجزائر، لدينا بلدان مجاورة للجزائر، عددها 7. البلد الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، والسابع.
يوجد 7 بلدان مجاورة للجزائر. المطلوب هو ذكر أسماء هذه البلدان. إذا نبدأ من جهة الشرق، البلد الأول هو، أحسنتم، اسمه تونس. تونس. 2، أحسنتم، ليبيا. 3، لدينا تونس وليبيا. هذا البلد اسمه تونس وهذا البلد اسمه ليبيا. ننتقل إلى الجنوب، لدينا 3، أحسنتم، هي نيجر. بلد اسمه نيجر يقع هنا. 4، بلد هنا اسمه مالي. نواصل. 5، ونبدأ بالسبعة. 7، أحسنتم، المغرب. المغرب. 6، هنا مع المغرب مع الجزائر، الصحراء الغربية. 6، الصحراء الغربية. 5، هنا أحسنتم، هي موريتانيا. إذن يوجد 7 دول مجاورة للجزائر. من جهة الشرق لدينا تونس وليبيا، من جهة الغرب لدينا المغرب، الصحراء الغربية وموريتانيا، والجنوب لدينا، من هنا لدينا النيجر والمالي، من الشمال لدينا البحر الأبيض المتوسط. إذن هذه كلها 7 دول تجاور بلدنا هو الجزائر. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.